إذا حابب تشتري كوينز بأرخص الأسعار عندك موقع يو7 باي من أضمن وأرخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم، ولا تنسوا تستخدموا كود الخصم الموجود بالدسكريبشن لخصم 5%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا روستري جيمر معكم اليوم مقطع جديد من سلسلة الطريقة العالمية. لا تنسوا بالبداية ضغطكم على لايك واشتركوا بالقناة. اليوم تكملة لملخص الفوت شامبيون. طبعا اللي صار إنه ما قدرت ألعب كل المباريات لسببين. أول سبب إنه بصراحة من الأسابيع الماضية هيك صار ضغط مو طبيعي ولقيت حالي مالي نفس أصلا إني ألعب والأسبوع سيء، وثاني سبب إنه اللعيبة أسعارها نزلت لدرجة مو طبيعية. فجأة هيك لقينا الأسعار نزلت، لك راشفورد شاريه 280,000 صار سعره 200,000، أنت متخيل؟ هذا طبعا يعني في ناس وصلت خسائرها بالملايين لتشكيلاتهم غالية، فهذا اللي صار. فقررت إني يعني ببيع بعض اللاعبين، فرح تشوفوا شو قدرنا نعمل وين قدرنا نوصل. ما كان بدي نزل ملخص تاني بس قلت لحالي أوكي، لأنه الناس عادة مثلي وين باقي المباريات ومشان تعرفوا شو اللي صار، وبعد إن شاء الله بنزلكم مقطع جوائز. فلا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة، ويلا ما بنطول أكثر المقدمات، خلونا نبدأ. عند زها أحمر راشفورد. لك العاب الباص يا قلبي، والله اللعبة تقيل مو طبيعي، ما بدي العب جيم زيادة. انت لحالي رقم البينج ما راح يفرق اذا كان شوي عالي، لانه ما لقيت اصلا جيم ببينج قليل يعني. يا سلام. لعب. حط. يا عيني يا مورا، الحمد لله والله يا انه اللعبة تقيل لدرجة مو طبيعية. يا عيني عليك يا راشفورد، تقدمنا اصلي اصلي راشفورد. شكرا راشفورد، شكرا. ما توقعته يضيعها بالاول صراحه. اوه يا البلوك. يا عيني يا راشفورد، وقف وقف الخصم وقف. ايوه اوكي. يا فان دايك، يا اخي فان دايك وفاران، يا الله يا القوه. روح وقف الخصم. اوكي ما عم يلعب. لا يا راشفورد، يا الله يا الفرصة اللي ضاعت. يا سلام. وحش 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 وحش. ما بعرف ليش الناس بيضيعوا وقتهم بيضيعوا وقتي. يا اخي خلص ما بدك تلعب، حط ستارت وطلع، لا تضيع وقتك وتضيع لي وقتي. اذا انت يعني عندك وقت تضيع، انا والله بلعب مباريات تانية احسن. ورجيني شو في هيك، ما في شيء. تحدي بناء تشكيلات يمين يسار، اجادة سوء الانتقالات. لا ما بدي هاد، بدي شيء يعطيني شوية اكس بي. قديه باقي لي لاقلب ليفل 200 وباخذ باكج ميجا. طيب عندنا باكج ميجا غير قابل للبيع، ماشي؟ يا رب انه يطلع منه شيء، يا رب. يا رب يا رب يا رب. ووك اوت يا شباب، يا شباب ووك اوت. يا شباب ووك اوت بالله، ووك اوت! يا الله يا رب يا رب يا رب، جنسية تفتح النفس يا رب. لا لوريس يا حرام. يا الله تمنيت سي ام سي دي ام يا جماعه، لو كانتي لك بوجبا مبابي يعني ما بيضر، والله ما بيضر. شفت يطلع لي فاران مكرر صراحه، ما بينباع كمان. اوه والله الباكج فيه الصراحه. بس لوريس يعني هلا حلو اني بيع اليسون، والله بلعبه بشبكه مع فاران مع فاران وفان دايك بنفس الوقت يعني بيشبك. طبعا اسعار اللعيبه هبطت هبطه رهيبه جدا. راشفورد هبط سعره 50,000، زاها هبط سعره كله بسبب البلاك فرايدي بارتي. طبعا فان دايك هبط 100,000، بس قول فان دايك ما بينباع يعني، فعادي. هو فاران والكر كمان نفس الشيء، لكن الباقي والله كثير اسعارهم هبطت، فهي مشكله يعني. لكن شو بدي اسوي، راح نكمل الفوت بهي التشكيله، فان شاء الله انه نقدر نوصل لمكان. طبعا عملت تحدي باكج بيعطيك باكج 50,000 غير قابل للبيع، وطلع لي منه ووك اوت. طبعا حارس هندانوفيتش طلع لي، لكن ما طلع شيء معه. طلع لي هاندانوفيتش الان، طلع لي لوريس، طلع لي ايدرسون، كله حراس كله. او ماي جاد، يا هو يا شباب. يا راشفورد يا خارق، يا عيني عليك يا راشفورد، والله من قدام فان دايك سحبها. خليك هيك خليك هيك راشفورد، وانت اسطوره النادي راح تصير. يعني فان دايك والله حركت الحارس. يا الله بلعت من الكيك اوف، والله اني عرفان.
and Valverde. Rashford. يا اخي راشفورد، هي كيك اوف انا سجلتها، اوكي سحبتها من الكيك اوف ولا لمسها، هي هو سجل كيك اوف وانا سجلت كيك اوف. هاتريك يا راشفورد، يا عيني عليك والله، اثنين باليسار حطهم كمان. انتبه من الكيك اوف، انتبه. ايوه انا بعرف هلا هي بتخوف. ها الحمد لله ضيعها ستشكوف، الحمد لله. يا سلام. نايس جول يا وحش، نايس جول. اوفسايد، الحمد لله. ولا ما بلعب والله، عارفان خلاص راح يخسروني بالمباراة، خلاص لعيبة صارت هيك مثل الشاحنات بالنص، ما حدا عم يتحرك يا اخي، والله اني قاطع خلاص. يلا. لك بسرعة لعب. خلاص يا عمي، وين جلطات؟ يا الله يا جماعة، والله الشوط الثاني صار تقل الأرض، مو طبيعي صار بالشوط الثاني. وصلنا 9 فوز حلو من غير خسائر للآن. أوكي تشكيلة إنجليزية، عنده زياج، فيرنر. يلا روح. يا عيني عليك يا فاتي، قاعد حيضيعها. وينه فالفيردي؟ يا سلام. يا راشفورد يا اخي خارق اللاعب. اذا بتنسحب بتكون اسطوره هيك، وبتوفر على حالك وعلى حالي وقت. ممتاز. بسم الله. نيمار وراشفورد وكريستيانو. راشفورد احمر كمان، يعني ما شاء الله الحظ، ما شاء الله. هاي شوف هذا الاسلوب الاستفزاز من اول الجيم. Not a fantastic piece of defending, was it? Valverde. Oh, showing excellent. يا عيني يا راشفورد. الله. والله ضد هيك خصم إذا ما سجلت رح تبلع، ورح تبلع كثير. كريستيانو ونيمار. لك ايه؟ لا يا والله لعبنا احسن صراحة، والله نحن احسن منه بكثير، بس كمان هو تشكيلته كثير قوية، يعني صعب كثير تعمل شيء. يا عيني يا راشفورد. بسرعة. روح. يا عيني عليك يا راشفورد، يا أخي راشفورد والله إنك رهيب. لك لا، اوه ماي جاد، كبست زر الشوط بالغلط.
خليك برا الاوفسايد وبلعب لك ما عليه. يا عيني عليك يا اخي يا راشفورد يا اخي غير طبيعي غير طبيعي بهالفوت راشفورد. خلاص هيك خلصنا نحن. ايوه دايم يا التصدي دايم يا الحارة. بتعرف لو اني هيك متعادل وجول خسارة هاد اجى علي سوبر هاتريك حط راشفورد. ممتاز ممتاز ممتاز. حتى والله بالاحصائيات نحن احسن من 3 شوطات هو حط جولين. هيك عملنا تحدي ترقية تيم اوف ذا ويك. رح اعمل تحدي واحد بس يعني عوضوني هون يا رب ووك اوت يا رب. على فكرة ماكسيمم مو ووك اوت ها فرنسا. طيب يا حبيبي يا حبيبي مين هاد 81. طيب هذا تحدي ثاني ماشي. ان شاء الله اني ما اندم والله رميت فيه شويه لعيبه بس خلاص يعني شيء منيح. انا مالي طالب هالشيء كثير يا رب ووك اوت. والله انه تحدي بيض الصراحه والله انه تحدي. شو خميس مين هاد يا اخي؟ كميه الحراس اللي طلعت لي بهالتحدي وبالتحديات بشكل عام مو طبيعيه. ما في ما عم يطلع شيء خلاص. اوكي تشكيله انجليزيه عنده هازارد بالهجوم. لا ضيعها راشفورد. اوكي 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 راشفورد يعني هي والله ما بتضيع صراحه معليش يعني. يا وحش يا راشفورد يا وحش يا راشفورد. يلا نايس سلكان يا حبيبي يا حبيبي يا الضغط يا حبيبي يا الضغط يا حبيبي يا الضغط. والله حركت حارس يا اخي يا الله. ياه يا زاها احسم احسم يا ولد احسم. اذا ما قدرت تطلع بهجمه والله يا بتبلعها يا اما بتطلع فيها وبتسجل جول واحده من تنتين غير هيك ما في والله ما في حل وسط. شوف 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 الضغط. انا وين بدي اروح لك العاب بس هي هيك واحده من هالتنتين. شوف الهربه تبع لوزانو مو مثل ما ورا ما له عرفان يهرب له ربع هربه. كملها نايس جي جي. ممتاز والله ممتاز 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 كثير كمان. فشكرا لكم على المتابعه. هيك تقدروا نوصل للنهايه. لا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناه. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالمقطع. وصلنا 15000 لايك على هذا المقطع. اذا حابين ننزل المقطع الجاي من الطريقه العالميه واشتركوا بالقناه اذا ما اشتركتوا. بس هذا كان عندي اليوم. في امان الله.